مصطفى عبد اللطيف الكاظمي سياسي عراقي، ولد في عام 1967 في بغداد، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون. سبق وأن عين مديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية، رشح لمنصب رئيس الوزراء بعد الاحتجاجات العراقية واستقالة عادل عبد المهدي. تسنم الكاظمي منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقي في حزيران من عام 2016، بعد أن حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة. لدى الكاظمي أكثر من 15 عاماً من الخدمة في العراق، جلها في مجال حل النزاعات. عمل الكاظمي على إصلاح الجهاز بالتركيز على إخراج السياسة من العمل المخابراتي. عاش الكاظمي سنوات في المنفى ولم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية. أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات من خلال تعاون يقطع الحدود الجغرافية والاجتماعية. متخصص في قضايا الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. لديه خبرة في مجال توثيق الشهادات الحية وأرشفة الأفلام الوثائقية المرتبطة بالممارسات القمعية. اختير العام 2000 من قبل الاتحاد الأوروبي كأفضل كتاب كتبه لاجئ سياسي. بعد العام 2003 عاد الكاظمي إلى العراق. من مؤلفاته: مسألة العراق، انشغالات إسلامية، علي بن أبي طالب، الإمام والإنسان. كلفه رئيس الجمهورية برهام صالح بتشكيل الحكومة الجديدة في 9 من نيسان الجاري.